حين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صمده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحق وفي نصرته.
الشهر ما كان محارم قد جاء ليل الأسى الكون أغمى وكأن الشهر القلب أحرى نحو سامر راغب الأحزان والهدي في حزام الصبر يا قلبي تحزن وانصب اليوم على عليه تنصم الصامة ماريا فاض دما من جوهم برس أغرق الأرجاء والصحن المكرر أغرق الأرجاء والصحن وحمامات البقيه تترنى فلقد ضجت قبور الاهل بالهام مذ اتاك
ود أتاداك النداء وتعالى غادر النسم وتيتم أنت جليل الأسف والكون أغلى وكأن الشهر لفال محرر قد جاء ليل الأسف والكون أغمى وكأن الشهر لفال محرر كسفت شمس الهدى القلب أحرر كسفت شمس الهدى والقلب أحرر نحو سامي الرغب سامي وذا بحزام الصمر يا قلبي تحزى وانصب اليوم على القرآن ما اتم ها هو القرآن مجديا مسجى وعليه الكون من أحسان تم طيري حمامة الهدى إليه الهيئة أسرعي في أرض سارة له صف غزي مر له صب غزير الأدمع صوت الشجا تكل قلبي إليك أحرح هذه الدموع شوقا تجري وأجرح الهم صوت الشجا تكل قلبي إليك أحرح هذه الدموع شوقا تجري وأجرع طوفي على جسم به سم لطيف رعي هذا الإمام العسكري عليه يا حج دعي على جسم به سم نظيم معين هذا الإمام العسكري عليه يا روح الزعيم ذاق حرارة السم والصبر كيف يهزم يا ماية السماء الظلام خيم ذاق حرارة السم والصبر كيف يهزم يا آية السماء فينا الظلام خيم فينا الظلام خيم ذاق حرارة السم والصبر كيف يهزم يا آية السماء فينا الظلام خيم ما الهدى إليها يا أسرعي في أرض سارة مر له صب غزي فالأسرعي في حمام
الشجاع تكلم قلبي إليك أحرم هذه الدموع الشوق تجري وأجرع الهم صوت الشجاع تكلم قلبي إليك أحرم هذه الدموع الشوق تجري وأجرع الهم طوفي على جسم به سم نقي هذا الإمام العسكري عليه يا روح السعير عليه يا لاقى حرارة السم والصبر كيف يحزن يا آية السماء فيها الظلام خيم لاقى حرارة السم والصبر كيف يهزم يا آية السماء في الظلام خيم لاقى حرارة السم والصبر كيف يهزم يا آية السماء في الظلام خيم صوت الشجاع تكلم قلبي إليك أحرم هذه الدموع الشوق تجري وأجرع الهم تجري وأجرع الهم لاقى حرارة السم والصبر كيف يهزم يا آية السماء دون الظلام خيال لاقى حرارة السم والصبر كيف يهزم يا آية السماء ربنا مخيم هم بنو الزهراء رمز الفداء نهج صريح ما بين مسموم القضاء ما بين مقتول نبيه هم بنو الزهراء هم ذو الفداء نهج صريح ما بين مسموم القضاء ما بين مقتول نبيه هم النهج الإلهي والقوي سنبقى في صرح مستقيم أبدا طول الحياة هم النهج الإلهي والقويم في غمار السنوات سنبقى في صرح مستقيم أبدا طول الحياة من لهم على غدا يلقى الشفاعة والأمان من لهم عاد فقد يحرم من روض الجنان من لهم Baby.
نجاتي وقف الشباب هم سفينة للنجاة هم سفينة